ان شاء الله بهذا الفيديو رح اقول لك شرح تحديات الاسبوع الخامس كاملين، وتطلع من هذا الفيديو مخلص شرح تحديات الاسبوع الخامس. بس قبل ما نفوت بشرح تحديات الاسبوع الخامس، رح اعلن بنهايه هذا الفيديو عن السحب الخاص بالجيف اوي اللي كان بشرح تحديات الاسبوع الرابع. في شخص اليوم محظوظ ربح معنا $10، ان شاء الله الف مبروك عليك، رح يعرف حاله بنهايه هذا الفيديو. ورح اعلن عن سحب جديد كمان بنهايه هذا الفيديو لهذا الاسبوع. ان شاء الله كل اسبوع رح اعمل جيف اوي جديد وسحب جديد عندي بالقناه على $10 لشخص واحد. كل ما يزيد الدعم كل ما يزيد السحوبات، رح يصيروا لشخصين كل اسبوع، وكل ما بيزيدوا كل ما زاد الدعم عندي بالقناه. فبدي منكم تنشروا هذا المقطع بكل مكان ليوصل لاكبر عدد من الناس حتى يزيد الدعم ويزيد الفرصه اكبر. هي انا اللي بقدر عليه شخص واحد ان شاء الله. فان شاء الله كل ما نزيد رح يزيد السحب. وبالنسبه لسكن اكوامان يا شباب، سكن اكوامان بهذا الاسبوع بالاسبوع الخامس رح ينزل معنا اخر تحدي من تحدياته. انزل تحت على الوصف وشوف الفيديو اللي انا عامله عن كيف تفتح سكن اكوامان، ورح تعرف كل شيء عن سكن اكوامان مشان ما رد عيد الموضوع. فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات الأسبوع الخامس يا شباب، أنا هلا رح أنزلكم إياها قبل بساعة أو ساعتين هذا التسريب الكامل تبعه والصحيح 100%. كل عليك إنك أنت تشوف هذا التحديات عندي بالقناة أو بهذا الفيديو كلياته وتتابعون، وهيك أنت ما بتضطر لا تفوت على الترابيزة ولا شيء. بالنسبة لسكين أكوامان بدي رد عيد وقول فوت تحت على الوصف، فوت على كيف تفتح سكين أكوامان، ورح تعرف كيف تخلص سكين أكوامان من الصفر للمية بالمية، ويكون معك الستايل الثاني ويكون معك السكين كامل. أول تحدي من تحديات الأسبوع الخامس يا شباب، اللي هو اول شيء مطلوب منك تفتح سبعة شيست بمنطقه سويتي ساند. منطقه سويتي ساند اللي ظاهره امامك بالصوره، كل عليك انك انت تروح تفتح سبع صناديق اسلحه او شيست، يعني مثل ما بنقول له احنا، بمنطقه سويتي ساند، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. التحديات كلياتها عليها 35000 اكس. وبالنسبه للتحدي الثاني يا شباب، التحدي الثاني المطلوب منك انك انت تروح على منطقه ريتال روي اللي ظاهره امامك وتقتل 3 اشخاص او تفنش 3 اشخاص، تذبحهم على الخالص، وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي الثالث يا شباب، اللي هو بده شوية شغل، هذا التحدي كله عليك انك انت تنزل بمنطقة ميستي. تمام، لحد الان نزلت انت بمنطقة ميستي، يا اما على الفاير فلاير جار يا اما على الفلار جان يلي ظاهر امامك بالصورة. هذا هو الفلار جان وهذا هو الفاير فلاي جار، هدول هن اثنين. بالنسبة للفاير فلاي جار يلي هي جرة اليراعات، خلينا نقول عليها مشان ما نضل نقول اسمه بالانجليزي، جرة اليراعات هي يا شباب بتلاقوها بهي الاماكن اللي ظاهرة امامك بالصورة. وبالنسبة للفلار جان او سلاح النار اللي بيكشف لك الاماكن وبيحرق لك الناس او بيحرق لك البيوت، بتلاقيه بالشيست او بتلاقيه مثله مثل اي السلاح مرمي بالارض. لما تلاقي الجرة اليراعات او لما تلاقي الفلار جان، لازم تستخدم واحد من هدول الاثنين بمنطقة ميستي، وهيك انت تكون خلصت التحدي. بعرف طولت شفيش بالشرح فيه، بس لازم اشرحه مزبوط لانه في بعض الناس ما حتعرفه من اول مرة. وبالنسبة للتحدي الرابع يا شباب، كل عليك انك انت تهبط بمنطقة القارب او ذياشت مثل ما بنعرف تبع ديدبول، ولازم تنهي فيها توب 25. يعني انت لو كنت عم تلعب سولو بتنزل عند منطقة القارب اللي ظاهرة امامك بالصورة، بتروح لهنيك وبتضل توب 25 او ليضل 25 واحد عندك بالجيم. ولو كنت عم تلعب دو لازم يكون ضال 50 واحد، ولو كنت عم تلعب سكواد لازم يضل تقريبا شي 80 او 70 ما بعرف، بس نزل سكواد اسهل شي بتخلصه دغري. كل عليك انك انت تنزل بمنطقة ذياشت القارب تجيب توب 25، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. وبالنسبة للتحدي الخامس، كل عليك انك انت تلتقط سمك بمنطقة كريجي اللي ظاهرة امامك. كل عليك انك انت تروح لهنيك تاخد صنارة من الداخل وتروح تصيد خمس سمكات. الوضع سهل جدا، في عندك من ناحيتين وفي عندك من ثلاث نواحي تقدر تصيد. بدك تصيد خمس سمكات بمنطقة كريجي اللي ظاهرة امامك، بتروح لهنيك بتاخد صنارة وبتصيد خمس سمكات، وهيك انت تكون خلصت التحدي الخامس. وبالنسبة للتحدي السادس يا شباب، المطلوب منك انك انت تعمل ابجريد او تعمل تحديث للسلاح بمكنة التطوير. مكنة التطوير كلياتنا بنعرفها بمنطقة سيلتي مثل ما ظاهرة امامك داخل الكوخ الصغير. كل عليك انك انت تاخد سلاح اي لون كان، ازرق اخضر ابيض اي شيء كان، وتروح تطوره، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. مطلوب منك التحدي مره واحده، وهيك بتكون خلصت التحدي. وبالنسبه للتحدي السابع يا شباب، ما قبل الاخير، كل عليك انك انت تروح تلتقط الحلقات بمنطقه ستيميستا. مثل ما شفتوا سي جي الحلقات، هذا الحلقات صار معنا من تحديات الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع، وهلا تكرر معنا بالاسبوع الخامس. وبكل اسبوع بتلاقي جليتش، يا اما ما بتظهر الحلقات يا اما بتظهر ما بتلاقيها او بتظهر شفافه ومدري شو، كلها جليتشات اللعبه حاليا. يا شباب هذا التحدي مشان ما تكتبوا لي تحت بالتعليقات لو كان في جليتش او كان في مشكله، كل اللي عليك انك انت تروح لقيت في جليتش مو ظهر الحلقات مو اي شيء، بتستنى الشركه تعطيك التحدي من غير اي شيء، مثل ما صار معنا بالاسبوع الرابع. التحدي بتعطيك الشركه 35000 اكس بي وبتحسب لك اياه كانك عامل تحدي
وهيك خلصنا الموضوع. هذا التحدي مطلوب منك انك تروح تلتقط الحلقات بمنطقة ستيمي ستاكس مثل مظهر امامك. هدول هن الحلقات عم نعرضوا لك صور هدول هن الحلقات كاملين. انا هلا رح اورجيك كمان فيديو صغير عن جميع الحلقات، ولو كان عندك اي جلتش او اي مشكلة بهذا التحدي استنى الشركة يا بتصلحه يا بتحللنا التحدي من غير ما نعمله. وهيك بكل بساطة الموضوع حبيت لكم عليه لو كان في جلتش، لان حاليا الجلتش كان معنا بالاسبوع الثالث والرابع وهلا الخامس الله اعلم. وبالنسبة للتحدي الأخير يا شباب، التحدي الأخير مطلوب منك تفتح آمو بوكس بمنطقة فورتيلا. منطقة فورتيلا مثل مظهرة أمامك بالخريطة، كل عليك أنك أنت تروح تفتح 7 آمو بوكس بمنطقة فورتيلا وهيك أنت تكون خلصت التحدي. التحديات كلها سهلة، هيك احنا خلصنا التحديات كلها عليها 35,000 إكس بي. وأنا هلا رح أترككم مع مقطع صغير مصوره أنا وعم بعملكم الفيديو أو بعملكم الجيف أواي الخاص بالسحب على 10 دولار يلي هو كان لشخص. ألف مبروك عليك يا هالشخص، ما رح أقول اسمه مشان يشوف هو هذا الفيديو ينبسط إن شاء الله. ألف مبروك عليك، وبعد منا برجع لكم مشان أحكي لكم عن السحب الجديد بعد ما تخلصوا المقطع الخاص بالسحب تبع العشرة دولار. مثل ما وعدتكم انا التحديات الاسبوع الرابع ان انا رح صير مشي جيف اوي اسبوعي. هلا نحن رح نشرح شرح تحديات الاسبوع الخامس او شرحتهم، رح اعمل هلا سحب جديد على هذا الاسبوع الخامس. بس قبل ما اعمل السحب الجديد على الاسبوع الخامس رح اعمل السحب اللي هو كان على الاسبوع الرابع يلي قبله ونعلن عن اسم الفائز. طريقه السحب رح تكون يا شباب اني انا رح اخذ رابط الفيديو تبع اليوتيوب ورح نفوت على هذا الموقع. هذا الموقع بيعطيك بشكل عشوائي التعليقات، بنحط لود كومنت وهو لحاله بيراجع كل التعليقات واليوزر واللايك وكل شيء، بيراجع كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو. مثل مظهر امامك ظهروا الاسماء كلياتهم 188 تعليق وتحتهم 188 تعليق مثل ما هو بالضبط، ما نقص اي تعليق هذا البرنامج او هذا الموقع. انا هلا بالح اختار بيك وينر او راندوم بيك وينر، يعني اختار شخص عشوائي بالنسبه يختار هذا الشيء او عفوا ياخذ هذا السحب. هذا الشيء هو اللي يختاره عشوائي، مو انا هذا الموقع او هذا البرنامج رح يختاره عشوائي. وان شاء الله بعد ما اخلص هذا السحب ان شاء الله احكي لك عن السحب الاسبوع الخامس وعن شروطه. ولو حابب تعرف تشارك فيه للاسبوع السادس او شرح تحديات الاسبوع السادس بعلن عن الفائز نفس الطريقه. يا ريت تكتبوا لي تحت بالتعليقات هل عجبتكم هاي الطريقه، هل عجبكم هذا السحب الاسبوعي. ان شاء الله رح ضل ماشي فيه انا لحتى انتم تكتبوا لي تحت بالتعليقات، علموني انتم شو حابين وانا ان شاء الله رح احاول اظبط احسن واحسن واحسن من قناتي اكثر واكثر. فهلا خلينا مع بعض نشوف مين هو الفائز وبالتوفيق للجميع. ألف مبروك يا شباب لحمد الحمدي اللي ربح معنا العشرة دولار بشرح تحديات الأسبوع الرابع بتعليق كفو بتابعك على الفيسبوك. يا رب اربح بواحد كومنت وواحد لايك. شكرا لك يا حمد الحمدي على متابعتك على الفيسبوك وعلى مشاركتك بهذا الجيفاوي، وألف مبروك على العشرة دولار يا حمد الحمدي بتعليقك كفو بتابعك على الفيسبوك. يا رب اربح. خلينا نفوت مع بعض نشوف قناته أو صفحته. قناته او صفحته هي اسمها حمد الحمدي مثل مظهر امامكم. الف مبروك عليك يا غالي العشرة دولار. وهلا خلينا نحكي مع بعض او خليني لكم هلا الجزء الاخير اللي هو عن شرح تحديات الاسبوع الخامس وكيف رح تشارك بالشرح الثاني او عفوا كيف رح تشارك بالسحب الثاني تبع تحديات الاسبوع السادس. وممكن يكون اسمك عوض حمد الحمدي اللي ربح معنا بشرح تحديات الاسبوع الرابع وتكون انت الفائز بشرح تحديات الاسبوع الخامس للي رح اعلن عنه بشرح تحديات الاسبوع السادس. شفت الارقام هيك شلون؟ خامس السادس رابع. الف مبروك عليك يا احمد الحمدي، وخليكم مع مقطع صغير لكم كيف تشاركوا بالجيف اواي اللي بعد. الف مبروك عليك يا غالي، انا يمكن قلت لك مبروك مرتين ثلاثه لانه انا هذا فيديو وهذا فيديو، عرفت شلون؟ طبق هذا وهذا. فهلا بالنسبه لهذا الشخص اللي ربح الف مبروك عليك يا غالي، بتمنى تتواصل معي. وبالنسبه للسحب الجديد بهذا الفيديو ان شاء الله انا رح اعمل سحب جديد على 10 دولار اعلن عليه بشرح تحديات الاسبوع السادس. كل عليك انك انت هلا تحط لايك وتفعل زر الجرس وتحط كومنت حلو، وطبعا كل الدعم بالايتم شو بنيمو 9.
الموضوع بسيط جدا، انا ما بدي منكم غير الدعم يا شباب، وانا ان شاء الله كل ما زيد كل ما زود جيفاوي. هذا شيء طبيعي اني انا كل ما زيد زود جيفاوي، لانه مو طبيعي انه انا مثلا اوصل ل 20,000 او 30,000 او حتى 40,000، ان شاء الله لسه الطريق قدامنا طويل اني اوصل لهذا العدد من المشتركين والاخوات عندي بالقناة وانا ما ازود الجيفاوي. انا ان شاء الله رح ازود الجيفاوي لشخصين وثلاثة كل اسبوع، وان شاء الله ان شاء الله الله يقدرني اعمل هذا السحب الاسبوعي دائما. بتشكركم كلياتكم على الدعم يا شباب، ولو حابين تتابعوني على الفيسبوك على البث المباشر نيمو 3 او اخر شيء بتلاقوني على الفيسبوك يوميا ستريم بس مباشر مع المتابعين، الناس كلها رايقه وحلوه. امبارح لعبنا عرض ازياء، والف مبروك عليك يا حمد، ويا ريت تكتبوا هلا هيك كومنت لايك سبسكرايب القصص الحلوه، كومنت هيك القصص كود هيك، يعني عرفت شلون عجقه مشان تفوتوا انتم بالساحه تبع تحديات الاسبوع السادس، وبرعايه الله.